إذن يا جماعة، اليوم زي ما حكينا إنه رح نبلش اللي هو بالتشابتر الأول اللي هو بحكي عن الفانكشنز اند مودلز. وأول سكشن بهذا التشابتر هو عبارة عن four ways to represent a function. العنوان كعنوان برضه معناه إنه في عنا أربع طرق لحتى إني أنا أقدر أمثل هذا الإلكترون أو هذا الفانكشن. تمام، الأربع طرق هدول فعلياً إحنا ما راح ناخدهم كلهم، أو ما راح يعني خلينا نحكي ناخد أسئلة عليهم كلهم، ولكن إن شاء الله إنكم إنه الأربعة حتكون أنتوا عارفينهم، يعني حتكون عارفين أنا إيش قصدي بالأربعة هدول الفور ويز. تمام، بما إن أنا عم بحكي إنه في عندي أربع طرق لأمثل الفانكشن، فالكلمة الوحيدة اللي لهون لحد الآن بجوز مش مفهومة هي الفانكشن. شو أنا بقصد أصلاً بفانكشن؟ أوكي معناه بالعربي إلكترون، بس لسه ما فهمت شو يعني إلكترون. نيجي للديفينيشن تاع الفانكشن هاد. شو بحكي لنا هون؟ نقرأ بس مجرد قراءة حالياً. قلنا function f، هذا معناه إنه إحنا بنرمز لهذا الفانكشن بالرمز f، زي مثلاً ما أنا برمز للعنصر بالرمز x، زي ما أنا برمز للعنصر آخر مثلاً بالرمز y and so on. أنا برمز لهذا الفانكشن بالرمز f. هو عبارة عن relation أو rule اللي هي عبارة عن قاعدة أو علاقة that assigns each element x in a set d exactly one element f x in a set e. تمام، ما فهمناش إشي لحد الآن، لا أنا ولا أنتو. نفسر شوي شوي شو قصدنا. بحكي لي إنه هذا الفانكشن اللي هو f، نكتب هون هذا الفانكشن، هو عبارة عن علاقة. لما إحنا نحكي عن علاقة بشكل عام، يعني إحنا لما أسأل هل أي حدا فيكم لما أقول له يعني شو في يعني شو يعني علاقة يعني، تمام، ممكن أول شيء يخطر على باله أو يعني بس يفكر شو يخطر على باله، لازم يكون في عندي طرفين، لازم يكون في عندي شغلتين علاقة. معناها في عندي واحد وفي عندي اثنين، في علاقة بين واحد واثنين، عندي مثلا سين وصاد، في عندي علاقة ما بين سين وصاد. فإذا كبداية لما أنا عم بحكي عن الفانكشن إنه هو عبارة عن ريليشن أو أرول، قاعدة أو علاقة، معناها هو عبارة عن شغلة بتربط مجموعتين أو شغلتين مع بعض. بحالة الفانكشن هو حرفيا بربط مجموعتين مع بعض، تمام؟ الفانكشن هاد بربط مجموعتين مع بعض. المجموعة الأولى بسميها دي، والمجموعة الثانية بسميها اي. بحيث إنه النوتيشن، طبعا كلمة نوتيشن إذا جديد عليكم، نوتيشن معناها الصيغة، تمام؟ يعني أنا إيش الصيغة اللي عندي لهذا الفانكشن؟ الصيغة الأساسية اللي أنا عندي لهذا الفانكشن هي كالتالي، إنه هذا الفانكشن بأخذ الست دي وروح للست اي، تمام؟ فهذه هي الصيغة العامة للفانكشن. حلو كتير، عرفنا أول معلومة عن الفانكشن إنه هذا الفانكشن بيعمل شغلة معينة، إنه هو بربط ما بين مجموعتين. طيب ما خلصناش عندهم، لسه في زيادة. الأكثر من إنه بربط ما بين مجموعتين، إنه بأخذ عنصر من المجموعة الأولى رح أسميه X، وودي لعنصر تاني تماماً في المجموعة الثانية واللي إحنا رح نسميه F of X. تمام؟ هلأ هذا الإكس اللي هون هو مجرد إليمنت، هذا عبارة عن عنصر موجود في مجموعة، تمام؟ هذا العنصر عبارة عن مجرد رقم، ممكن يكون أو بغض النظر، ممكن يكون رقم، ممكن يكون أكل، ممكن يكون شراب، ممكن يكون جماد، إيش ما كان يكون بغض النظر، بس إحنا اللي رح تعمل فيه بالكالكولس هو أرقام. هذا الرقم موجود في مجموعة معينة، an element in a set، وهي الست اللي هي عبارة عن دي. الفانكشن هاد بحول لرقم تاني أو بخلي إله يعني بوديه لرقم تاني باختصار، مثلا إذا هذا اثنين ممكن يصير أربعة، أو ممكن مثلا هذه اثنين تصير خمسة أو ستة أو سبعة، إذا هاي ثلاثة ممكن تصير عشرة، بغض النظر. بودي لي إياه لرقم تاني اللي هو f of x. f of x إحنا هاي بنسميها image of x. وهذا الحكي مش كتير غريب عليكم من المدارس، لما إحنا كنا نحكي مثلا زي أي زوج مرتب اثنين وثلاثة، كنا نحكي إحنا مثلا عند هاي الاثنين هو عبارة عن السين وهذه الصاد، صح؟ الصاد هاي شو كنا نحكي عنها بلغة تانية؟ هي صورة السين، صح؟ هي الصورة تاعت السين. فهو نفس الشيء الايمج اوف اكس. ممتاز. هل هو باخذ اي عنصر في دي وبوديه لاي عنصر في اي هيك يعني بدون ما يكون في اي شرط؟ بشكل عام لا. اللي لازم يتحقق بهذا الفانكشن هو شرط واحد وحيد ومهم كتير، او اذا بدنا نفصل شوي خليهم شرطين. الشرط الاول انه كل العناصر اللي بدي يكون في لها صوره بي، تمام؟ يعني مثلا اذا انا دي فيها ثلاث عناصر، إذا الثلاث عناصر يكونوا رايحين لصور في إيه. إذا دي فيها 60 عنصر، ال 60 عنصر يكونوا رايحين لصورهم اللي في إيه. مش وضع مثلا عندي 59 عنصر رايحين لأرقام تانية أو صور تانية لهم بإيه، واحد منهم بس فيش له صورة وبسمي هذا فانكشن، هون ببطل فانكشن، تمام؟ هي أول نقطة لازم نكون منتبهين عليها. ثاني نقطة وكتير مهمة، إنه كل عنصر موجود في دي، خلينا أوضح هاي هون. إذا أنا هنا في عندي ثاني مرة هذا الفانكشن من دي لإيه، بحيث إذا
اذا هاي الاكس هنا موجوده في دي باخذها انا هون، باخذ يعني هذا العنصر اكس بس لصوره واحده ووحيده، باخذه هون الاف اكس بس واحده ووحيده، ما فيش غير اف الاكس. يعني مثلا بحكي انه الاثنين صورتها فرضا أربعة، بس ما بصير احكي انه الاثنين صورتها أربعة وبنفس الوقت الاثنين مثلا صورتها خمسة. هذا الحكي غلط، ببطل يمثل لي فانكشن. تمام، هذا الحكي ببطل يمثل لي فانكشن. اذا بعد ما حكينا كل هذا المفروض نكون حاليا متفقين على شغلتين. اول شيء انه الفانكشن هو عباره عن شيء بربط ما بين مجموعتين، وهدول المجموعتين رح نسميهم دي واي، بحيث انه الدي هاي بنسميها اللي هي الدومين، والاي هي عباره عن الكودومين. دومين معناها المجال، والكودومين معناها المجال المقابل. اتوقع برضه هاي كلمات مالوفه لكم من المدرسه. هاي الدي هون فيها مجموعه من العناصر، تمام؟ هاي الدي فيها مجموعه من العناصر، فرضا اكس 1 اكس 2 اكس 3 ومثلا نحكي لعند اكس ان او شوي، خلينا بلاش اخربشكم فيها، بلاش نحط الصيغه هيك من اولها. فرضا لعند اكس 3 على اليوتيوب يا زلمه، اكس 3 واكس 4 فرضا اكس 5، فرضا انه هاي الدي فيها بس خمس عناصر على فرض. هذول الخمس عناصر كلياتهم كل واحد منهم لازم يروح لصوره معينه في اي. يعني مثلا باخذ اكس 1 ل اف الاكس 1 لصوره الاكس 1 هاي، اكس 2 بوديها لاف الاكس 2، اكس 3 بوديها لاف الاكس 3، اكس 4 لاف الاكس 4، واكس 5 بوديها لاف الاكس 5. هذا اول شرط، انه كل العناصر الموجوده في دي يكون في لها صوره في المجال المقابل اللي هو هذول كلياتهم موجودين في اي. ثاني شغله وكثير مهمه، انه كل عنصر من هاي العناصر يرتبط بس بعنصر واحد موجود في اي. يعني الاكس 1 بس مرتبط باف الاكس 1، مثلا مش اكس 1 مرتبط مع اف الاكس 1 واف الاكس 2 لو فرضا هيك، هذا بصير مش فانكشن، هذا غلط. تمام، اذا هذا هو الملخص لكل شيء حكيناه عن الفانكشن لحد الان. حد يا جماعه في عنده سؤال عندهم؟ او اذا فاهمين او لا برضه. تمام تمام رهوان، تمام ممتاز. لا حاسس زكفول عليك، مش فاهم. اوكي تمام مش مشكله. المهم هذا هو الحد الان اللي حكينا عنه انه عباره عن فانكشن. بعرفش اذا بتتذكروا برضه او لا، بس برضه اخذنا بالمدرسه مفهوم اسمه المدى. المدى شو كنا نحكي عنه اذا بتتذكروا من المدرسه؟ انه هو عباره عن مجموعه جزئيه من المجال المقابل. من المجال بالضبط، لا من المجال، من المجال المقابل. هذا المجال وهذا المجال المقابل. المدى بس كانجليزي بالضبط، المدى كانجليزي هو عباره عن الرينج، احنا بنسميه الرينج. هذا الرينج شو انا كاتب تعريفه؟ is the set of all images of the elements of D. يعني هاي الرينج هو عباره عن ست، عباره عن مجموعه، اذا بدكم اعتبروه عباره عن مجموعه ثالثه. يعني مثلا نتفق انه هلا دي هون انا عندي هو الدومين، هذا عباره عن مجموعه اولى، والاي كمان حكينا عنها انه الكودومين، كودومين سوري هيك، هاي اللي هي المجال المقابل. واخر شيء هلا رح نحكي عن الرينج، نرمز له بحرف الار، هو عباره عن الرينج. اذا بدكم اعتبروا انه احنا في عندي هذول الثلاثه ثلاث مجموعات. فالرينج هذا فيه جميع العناصر، تمام، بحيث انه ايش ضمن هدول العناصر؟ بيكون الصور لعناصر اللي موجودين في دي. يعني انا عندي دي فرضا فيها زي ما حكينا قبل شوي اكس 1 اكس 2 اكس 3، لحتى يكون في عندي فانكشن من دي لاي لازم زي ما حكينا كل عنصر من هدول العناصر يكون رايح لصوره معينه. ففرضا اكس 1 رايح لاف الاكس 1 زي ما حكينا قبل شوي، واكس 2 رايح لاف الاكس 2، واكس 3 فرضا رايح لاف الاكس 3. الرينج هي هون نكتبها، الرينج بيكون ايش؟ بيكون هاي اف الاكس 1 واف الاكس 2 واف الاكس 3، هيو از ذا سيت اوف اول ايمجز اوف ذا اليمنتس اوف دي، هو عباره عن مجموعه كل الصور للعناصر الموجودين في دي. هذا موجود في دي، هيو هيك بنت ملادي، وهذه هي صورته، اذا هذا لازم يكون موجود في الرينج. واف الاكس 2 بتكون موجوده في الرينج، واف الاكس 3 كمان بتكون موجوده في الرينج. فهذا هو الرينج. بشكل عام زي ما حكينا قبل شوي انه المدى مجموعه جزئيه من الرينج. فبالتالي هون رح نحكي نفس الشيء، انه الرينج ان جنرال هو عباره عن ايش؟ سبست من الاي. الرينج هو سبست من الكودومين. تمام.
خلونا ناخذ اكزامبل اللي هو هون قدامنا نوضح فيها الفكره تاعتنا اكثر. ناخذ اكزامبل عملي. بحكي لنا هذا الاكزامبل هون find the domain, codomain and range of the following functions. ممتاز. اول شيء هذه الست هي عباره عن الدي وهذه الست هي عباره عن الاي. تمام؟ يعني هذه هون عشان بس يعني ترسخ بعقلكم، هاي هون عباره عن الدومين وهذه هون عباره عن الكودومين. السؤال طالب مني الدومين والكودومين والرينج. صار احنا لساتنا بدايه السكشن، او يعني اذا انت مش عارف على وين دخلت احنا ما مسقى الكلاس 1 يعني، او بنشرح الكلاس 1 حاليا. تمام. هلا عم نحكي انه احنا بدنا الدومين. اذا انا عم بحكي لك انه هذه الست اللي هون اللي انا ممثلها هون مثلا بمستطيل معين هي الدومين، لازم ببساطه يعني كل بساطه تقدر تحكي لانه الدومين هذا هو عباره عن 2 و3 وسالب 1. تمام. الدومين هو اللي عندي هذا الست 2 و3 وسالب 1. الكودومين بنفس الطريقه هو عباره عن ال5 وال2 وال10 و3 واسم عليه. بني ادم اسمه علي، عادي بنقدر نحط اي اسم، بنقدر نحط اسماء احمد بثينه مثلا اي حدا مش مشكله. حكيت قبل شوي انه هذه الست، هذه الست اللي هي اللي بنحكي عنها هذه الفانكشن مش شرط تكون ارقام، احنا هون بالكالكولس عم نتعامل مع ارقام بس هي بشكل عام ممكن تكون اسماء، ممكن تكون ايش ما كانت تكون. حلو كثير. الدومين والكودومين فيش فيهم اي مشكله، هي معطيني هاي الست دومين ومعطيني هاي الست كودومين وخلصنا. لكن وين المشكله هلا؟ بالرينج. بنلاحظ اكثر من شغله. وهنا ركزوا كثير كثير معي فيها. لأنه رح أشرح بهذا المثال كل شيء حكيته فوق هلا ثاني مرة. نرجع للتعريف اللي حكيناه قبل شوي عن الفانكشن. حكينا أن الفانكشن هو عبارة عن علاقة ما بين مجموعتين. فهي أنا هون عندي F بحيث أنه هذا الـ F هو عبارة عن علاقة ما بين مين ومين؟ ما بين الست D سوري ما بين الست D لـ E هيك. هذا الـ F هو عبارة عن علاقة ما بين الست D لـ E. حكينا كمان شغله انه كل عنصر موجود في الست دي لازم يكون في له صوره بالست اي. يعني كل عنصر موجود في الدومين لازم يكون في له صوره في الكودومين. لو نيجي هلا لهذا الفانكشن وجيت حكيت لكم ايش هو اف 2 وايش هي اف 3 وايش هي اف السالب 1. الاثنين والثلاثه والسالب 1 هم جميع العناصر الموجودين في الدومين. مين بقدر يجاوبني على ايش هي اف 2؟ ثلاثة بالضبط. هون ايش عامل لي العلاقة؟ كيف عامل لي العلاقة؟ انه حاطط سهم ببلش من عند العنصر الموجود في دي وبوصل لعند العنصر الموجود في اي. فبالتالي هذا معناه انه هذا الفانكشن باخذ التنين هاي من الست دي وبروح بحولها لرقم ثلاثة في الست اي. فبالتالي زي ما حكيت صورة التنين هنا بتكون عبارة عن ثلاثة. بالطريقة نفسها وبالشرح نفسه ايش هي صورة الثلاثة؟ اف الثلاثة خمسة بالضبط. اف الثلاثة اللي هي عبارة عن خمسة. وايش هي اف السالب واحد؟ ثلاثة 100%. اللي بدي اسألكم اياه هلا هون انا في عندي هاي ثلاثة وفي عندي هاي ثلاثة، هل هذا معناه انه الشرط الثاني للفانكشن اختل؟ طبعا بذكركم ايش هو ايش هو الشرط الثاني للفانكشن؟ انه كل عنصر في الدومين يروح بس لصورة واحدة في الكودومين. تمام. كل عنصر في الدومين يعني مثلا الاثنين تكون لها بس صوره واحده ووحيده، الثلاثه بس تكون لها صوره واحده ووحيده، والسالب واحده تكون لها بس صوره واحده ووحيده. تمام. بهذا المثال فهل هذا معناه بانه هون في عندي ثلاثه وهون ثلاثه انه هذا مش فانكشن؟ هل اختل الشرط هون؟ اللي بيحكي لي لا ليش؟ لا ما اختل لانه في الدومين مرتبط يعني له صوره واحده بس الكودومين يعني لو كانت له اكثر من صوره ما راح تاثر فانكشن يعني 100%. تماما بالضبط زي ما حكيت. انا بحكي هون على الدومين انه كل عنصر لازم يكون له صوره واحده. طيب هات نشوف اف 2 لها اكثر من صوره؟ فعليا لا، الصوره الوحيده اللي لها هي عباره عن ثلاثه. طيب اف 3 صورتها خمسه، هل لها صوره غير هاي؟ برضه لا. فاذا بالتالي لسه لحد هون الامور تمام. باجي على اخر عنصر اف السالب واحد صورتها ثلاثه، هل في لها اكثر من صوره كمان غير الثلاثه؟ كمان لا. فبالتالي بما انه كل عنصر في الدومين له بس صوره واحده في الكودومين وكل عناصر الدومين لها صور، هذا الشرط اللي اختبرناه من قبل شوي، معناها اذا هذا فانكشن بدون ما اكون متردد اكيد هذا فانكشن. لكن شو اللي صار هون؟ انا عندي زي ما حكى الشاب انه هون صار في عندي ثلاثه وصار في عندي ثلاثه، يعني في عنصرين مرتبطين مع الثلاثه، مش مشكله.
إذا أنا في عندي أكثر من عنصر مرتبط بعنصر واحد موجود في الكودومين اللي هي الست A ما فيش أي مشكلة، بس إنه يكون في عندي عنصر موجود في الدومين مرتبط بأكثر من عنصر في الكودومين هون بتصير عندي مشكلة. وصلت لكم هاي ولا لا؟ يعني هاي بصراحة كثير مرات تلخم وبتخربش، فإذا واصلة بكمل، إذا لا برد بعيدها أو برد أوضحها. الجميع يا جماعة واصلة واصلة تمام. يعني عنصر الدومين مش لازم يكون متكرر في ال ثاني مرة منير، عنصر الدومين مش لازم يكون متكرر، مش لازم يكون في له أكثر من صورة، يعني مثلا اثنين تروح لثلاثة صورتها ثلاثة تروح لخمسة فرضا ما بزبط تكون صورتها خمسة. بالضبط تمام. بناء على كل اللي شفناه حاليا ايش هو الرينج؟ يعني مين بجاوب انه هلا ايش هو الرينج؟ الرينج 5 و 3 بس. يعني عليك الخمسة والثلاث كيف عرفت؟ لانه صورتهن شو بالضبط. شو صوره الدومين 5 و 3 بس 100%. الخمسة والثلاث هم عباره عن الارقام اللي موجودين في الكودومين هونها، موجودين في الكودومين هيهم الخمسة والثلاث، واللي بنفس الوقت هم عباره عن الصوره للارقام الموجودين في الدومين. بالضبط الايمج للارقام او للاليمنتس اللي موجودين في دي. تمام لعندهم. نروح هلا لطريقه ثانيه نمثل فيها الفانكشن واللي هي الرسم. وبجوز هذا يكون يعني اكثر موضوع بيحتاج شوي انه نفهمه، يعني اللي قبل اسهل، بالعاده الرسم ممكن يكون هو اصعب شيء لما احنا بدنا نمثل الالكترونات وطول الدومين والرينج منها. هلا قبل ما ابلش احكي عن الرسم بدنا بس يعني نشوف شغله منطقيه، او يعني نحكي بشغله منطقيه شوي. احنا كلنا شفنا انه الفانكشن من دي لاي اجينا سمينا الاليمنت اللي هون اكس والاليمنت اللي هون اف الاكس، وهي التسميه مش من فراغ، يعني مش عبثا مسميين انه هذا هون اكس وهذا هون اف الاكس. بكل بساطه احنا الاليمنتس الموجودين في الدومين احنا بنحكي عنهم او بنعطيهم الرمز اكس، لانه فعليا من ناحيه الرسم او من ناحيه جيومتريكليه يعني انه هندسيه هون كلياتها الدومين بيمثل لي الاكس اكسس، كل القيم الموجوده على الاكس اكسس، واي شيء موجود على الاكس اكسس هو عباره عن اكس فاصلة 0. مش بالضبط هيك، اي رقم موجود على الاكس اكسس هو تمثيله اكس وزيرو، يعني 1 وزيرو 2 وزيرو 3 وزيرو وهيك. وبنفس الوقت اف اوف اكس اللي هي هون بالاي برضه ما اجاش عبثا، لانه الرينج اللي بمثل لي اياه، او يعني هلا شوف احنا هون عم نحكي عن الكودومين وهون عم بحكي عن الرينج، بس تنسوش انه الرينج هو سبست من الكودومين، يعني بقدر احكي عنهم نفس المفهوم يعني. فبالرينج دائما احنا ايش بكون عندنا الرينج؟ هو عباره عن الواي اكسس، واحنا كلنا بنعرف من زمان مثلا كنا نحكي انه صاد بتساوي مثلا قاف السين، هلا بدنا نحكي واي بدها تساوي اف اوف اكس، بس كاختلاف من الانجليزي العربي او من العربي للانجليزي. فبالتالي هنا اي شيء على الواي اكسس صورته زيرو واي، وهي الواي هي نفسها اف اوف اكس. فبالتالي لازم تكونوا فاهمين انتم هون انه كل الاليمنتس الموجودين في الدي او الدومين بيمثلوا لي من ناحيه هندسيه الاكس اكسس. اي اليمنت موجود في الاي او الكودومين او الرينج حتى اللي هو المجموعه الجزئيه من الكودومين رح يكون موجود اكيد على الواي اكسس. فبالتالي لما انا اجي اعطيك رسمه واقول لك هل هذا مثلا الدومين للرسمه كذا هو هيك هيك هيك، او مثلا فايند دومين اوف ذس فانكشن، لما انا اعطيك الجراف تاعه فصير انت وينك تروح، يعني وين كل تفكيرك رح يروح؟ دومين معناها اكس اكسس، رينج معناها واي اكسس، دومين اكس اكسس ورينج واي اكسس. كيف بدي امشي بكل وحده؟ هلا بنشوف مع بعض. اوكي احمد اليوم يعني اذا خلصنا هذا اول سكشن بكون منيح بصراحه، مش اتوقعش نلحق غيره بصراحه، يعني السكشن كثير طويل. تمام نيجي هلا نركز شوي شوي مع بعض. لما انا بدي ابلش اشوف الدومين، ها حنبلش بالدومين هلا، طبعا دي اختصار الدومين، ببلش من هون من هاي النقطه فرضا، افرض انه هذا المحور الاكس اكسس مكمل لعند هون، فببلش من هون وبضل ماشي بهذا الاتجاه. تمام شو باجي بعمل؟ باجي بحكي فرضا انه انا هي من هون ابلش، وفرضا انه انا عندي هاي النقطه، بغض النظر ايش هي هاي النقطه ترقيمها، يعني 5 سالب 5 سالب 10 بغض النظر. باجي بحكي اذا هاي النقطه في لفوق منها رسمه او في لتحت منها رسمه معناها بتكون داخله في الدومين، اذا لفوق ولا تحت فيش ولا اي رسم عندها، فيش ولا اي رسمه عندها، فمعناها هي مش داخله في الدومين. تمام نيجي على المنطقه هاي كلها فرضا هذا، وحتى اذا بدنا نكمل يعني الاكس اكسس اللي عندهم، واجي مثلا انا اخذ هلا ايش مثلا هذا الاليمنت واجي اشوف لفوقه، لو انا قد ما امد لفوق فيش ولا اي رسمه عندي،
لو قد ما انزل لتحت فيش ولا اي رسم عندي. فاذا هاي النقطه اللي هون موجوده مش داخله بالدومين. لو اجي على هون فيش اشي فيش اشي فيش اشي. لو وين بضل فيش اشي عندي؟ لعند ما اوصل اللي هي الاي. لما اوصل الاي واطلع شوي لفوق بلاحظ اني بوقف عند هاي النقطه. تمام، بلاحظ انه بوقف عند هاي النقطه اللي هي صوره الاي فعليا، هيها اف اوف اي. بما انه صار في عندي رسم عندي الاي هاي من فوق او من تحت بغض النظر، طبعا مش التنتين لانه لو التنتين ببطل فانكشن. المهم انه يكون لكل اليمنت في رسمه فوقه او في رسمه تحته، واحده من هالتنتين. ساعتها ببلش من عند هون الدومين يكون موجود عندي. فاذا هاي عندي الاي، لو انا امد شوي صغيره زي ما حكيت بوصل عند النقطه تاعتها. لو امشي شوي صغيره لعند هون واطلع لفوق بصطدم بهاي النقطه. لو امشي لعند هون فرضا اللي هي عند الصفر واطلع لفوق كمان بصطدم بهاي النقطه، وهون نفس الشيء بصطدم بهاي النقطه. لعند هون يعني اي نقطه عم باخذها من هون في رسمه، في رسمه فوقيها. لعند وين؟ لعند البي. لما اطلع لعند هون برضه بصطدم بهاي. بعد هيك بعد ما اخلص من اللي عند الاي للبي وارد اطلع مثلا بعد البي، هاي النقطه اطلع لفوق فيش ولا اي رسمه. تمام، ننزل لتحت فيش ولا اي رسمه، لفوق لتحت لفوق لتحت فيش عندي ولا اي رسمه. فاذا بالتالي ايش هي الفتره الوحيده اللي موجوده على الاكس اكسس على محور السينات وبنفس الوقت كان في فوقها رسمه او تحتها رسمه؟ ايش هي هاي الفتره؟ اي لبي. الاي لبي. تمام، حلو كثير، عم تحكم من اي لبي. من اي لبي قصدكم فيها هيك ولا قصدكم فيها هيك ولا هيك؟ اكيد انها الثانيه. ليش؟ لانه هون كل هذا الارقام يعني او كل هاي القيم اللي ما بين الاي والبي كلها فعليا لما انا اطلع فيها شوي لفوق بلاقي انه في لها رسمه. تمام، بلاقي انه في عندي رسم معين، فبالتالي اكيد كلياتهم داخلين جوا الدومين. فاذا هذا اكيد غلط، وهذا غلط لانه هاي يعني بس خليني امسح هلا هون عشان تبين معكم ليش الفتره المفتوحه اي غلط، لانه هاي شايفين هاي نقطه مسكره. لو هاي النقطه مثلا هيك مفتوحه كان الاي بتصير برضه مفتوحه من عندها. فاذا بكل تاكيد الدومين هون من اي لبي مغلقه من الجهتين. حلو كثير. طيب الدومين وفهمنا انه بطلع لفوق او بنزل لتحت. طيب الرينج، الرينج الفكره تاعتها مش راح تختلف كثير. بدايه ما ببلش من تحت، تمام، ببلش يعني من النقطه اللي هون عندي تحت وبلش اشوف بطلع بطلع لفوق، يعني انه قصدي ببلش من اقل قيمه بالواي اكسس وبضل طالع لفوق زي ما كنا عم نعمل هلا. كيف الاكس اكسس حكينا عند القيمه مثلا بمشي لفوق او بمشي لتحت وهيك، اللي حيختلف بالواي اكسس اني راح اروح يا يمين يا شمال، بس هذه هي الفكره، يا يمين يا شمال. فهاتوا نشوف مع بعض شو اللي راح نعمله. لو اجيت هلا انا عند هاي القيمه اللي هي على الواي اكسس، هلا تنسوش انه هلا كل شيء راح يكون على الواي اكسس. هاي رحت على الشمال مش فاهم من الاف بي للاف اي بالضبط، بس نوضح شوي شوي. ولو اخذنا مثلا هاي لليمين وللشمال فيش اشي، وهون برضه فيش اشي. وين بالضبط القيمه اللي بتبلش في عندي موجوده في الرينج؟ من عند اف الاي. اف الاي لو اروح على الشمال بصدم وين؟ بهاي النقطه. بطلع لفوق شوي بصدم بهاي النقطه، اطلع لفوق كمان بصدم بهاي النقطه. لعند هاي النقطه تقريبا، خليني احطه بلون ثاني عشان تبين، لعند هاي النقطه تقريبا اللي بالازرق فيش عندي لا يمين ولا شمال، يعني هي نفس النقطة نفسها يعني، بس هاي العبرة يعني. بعد هيك بتصير لما أروح على اليمين، لما أروح على اليمين لعند وين؟ لعند اف البي، برضه لما أروح على اليمين. بعد اف البي فيش عندي ولا أي شيء، هاي على اليمين وهي على الشمال، هاي على اليمين وهي على الشمال، فيش عندي ولا أي شيء. إذن إيش هي الفترة برضه اللي على طول الواي أكسس كان في لها رسم على اليمين أو على الشمال؟ اللي هو زي ما حكى قبل شوي الشاب من اف الـ A لأف البي لأف البي، وأكيد نفس الفكرة كفترة ومغلقة من الجهتين. في حدا يا جماعة لحد الآن مش فاهم إيش اللي كنت أنا عم بعمل فيه من رسم؟ من ناحية رسم كتير مهم، فإذا مش فاهم بعيد إيش؟ النقطة الثانية مش الدومين، الثاني الرينج. تمام، الرينج الرينج نفس فكرة الدومين. كيف أنا الدومين مثلا إجيت أخذت نقطة هون وصرت أحكي بطلع لفوق وبنزل لتحت عشان اشوف اذا في عندي رسمه معينه زي هون. هاي النقطه لما طلعت لفوق في عندي رسمه كان، فحكيت انه هاي النقطه بتنتمي للدومين. بالرينج فيش عندي لفوق وتحت، في عندي يمين وشمال، بشوف على يمين النقطه وعلى شمال النقطه. فبالتالي اجيت عملت كالتالي، لو بدي اخذ انا هلا هاي النقطه اللي هي اف ال اي، او بدناش ناخذ اف ال اي عشان هاي نوعا ما مبينه، ناخذ شيء ثاني فرضا هاي النقطه. هلا هاي النقطه لو اروح على الشمال فيش عندي ولا اي شيء،
يعني لحد الآن بقدرش أجزم إنه هاي نقطة موجودة في الرينج أو مش موجودة. لكن لو أروح على اليمين بهاي الناحية بلاقي إنه أنا هون بصدم بالإلكترون تاني مرة أو بالرسمة هاي تاني مرة. إذا انقطع بما إنه هاد لما رحت على اليمين كان في إله صورة أو كان في إله رقم موجود إله، إذا هاي البوينت اللي موجودة ما بين FLA و FLB أكيد بتنتمي للرينج. ونفسها أي نقطة موجودة ما بين FLA وما بين FLB كلياتهم سواء رحت على اليمين أو على الشمال إلا ما تلاقي أو تصطدم، خلينا نحكي بالرسمة يعني بتلاقي لهم نقطة موجودة. فلهيك بستنتج إنه الرينج هون هو من FLA ل FLB. وصلت؟ وصلت. الباقي حل الثاني يلا تمام. خالد تفضل. خالد على الثاني دومين. الدومين عندنا اول فتره من 0 ل 3 تمام. هاي من 0 ل 3 مغلقات من الجهتين ولا كيف؟ مغلقات من الجهتين. ممتاز. هاي مغلقه من هون ومغلقه من هون. والفتره الثانيه من سالب ما لا نهاية لسالب 2 تمام. من سالب، خليني بس عشان أصلحها شوي، من سالب ما لا نهاية لسالب 2 وهنا من 0 لـ 3. حكيت لي إنه هاي مغلقة. طب هاي الفترة مفتوحة ولا مغلقة؟ مفتوحات الجهتين. هاي مفتوحات الجهتين. سالب ما لا نهاية لسالب 2 وهيك الإشي جاهز ولا في إشي ناقص لسه؟ اتحاد يعني عليك اتحاد طبعا 100%. هلا يا جماعة عشان نوضح بس شوي شو اللي عمل الشاب. تمام. هون هاي الاكس اكسس زي ما حكينا بدي ابلش مثلا من هاي النقطه واروح باتجاه البوزيتيف اكس اكسس. يعني لو انا اخذ هاي هاي الفترات مفتوحات ايش هي؟ الفتره مفتوحه مش مغلقه. سالب ما لا نهايه لسالب 2 اكيد مفتوحه. وهلا بوضح ليش. هون ما هو انت عارفها مغلقه كانه لا هاي مفتوحه. انا قصدي فيها هاي هيك اذا مش مبين. تمام. هلا هون هاي النقطة لما انا انزل بنزول بلاقي انه هذا الفانكشن، شوفوا انا هون في عندي سهم، هذا السهم معناها انه هذا الفانكشن مكمل لسالب ما لا نهاية على طول. بضل اكمل من هون لعند هون لعند هون، لما انزل لتحت عمال بكون في عندي فانكشن. لما اوصل السالب 2 هي اخر اشي موجود في الدومين لهي الفترة، ليش؟ لأن الفترة عندها مفتوحة. كون الفترة عندها مفتوحة إذا هي مش ضمن الدومين، تمام؟ إذا هي مش ضمن الدومين. ممكن الفترة مفتوحة هيك. بالضبط. بالعكس. مش مثل ما كتبت. قصدك انت هدول؟ لا يا جماعة شوي، إذا أنتم بدكم هلا مثلا زي هيك، احنا هاي هلا بالكالكولس عندنا هيك معناها فترة مفتوحة، بس هيك فترة مغلقة، أنتم بالمدارس كنتوا تكتبوا الفترة المفتوحة هيك. هاي بس هاي لسه ما أخذناها. لا احنا هيك بطلنا نكتب هذه هيك. الفترة المفتوحة عادي أقواس عادية. بس الفترة المغلقة شو اسمه؟ زي المربع هذول يعني زي أكنهم. تمام. فاذا هاي اوبن يعني فتره مفتوحه وهاي كلوزد. تمام. هلا لما بين السالب 2 والصفر لو اجي اخذ اي نقطه هون قد ما اطلع لفوق او قد ما انزل لتحت فيش عندي ولا اي رسمه. اذا بالتاكيد ما بين السالب 2 والصفر هاي المنطقه مش موجوده في الدومين. لما ارد ارجع عند الصفر هاي هون عند الصفر برد ارجع في عندي رسم هون اطلع لفوق في عندي رسمه من عند وين؟ لعند الثلاثة. فبالتالي من صفر لثلاثة كمان موجوده في الدومين. ما حكيتش مثلا من الصفر للمالانهايه ليش؟ لانه هون في عندي نقطه شايفين هون اذا بدكم نقطه فيش عندي مثلا والله هون سهم. تمام. فبالتالي لو هون كان في عندي سهم كان هاي بتكون من صفر للانفينيتي، بس هون في عندي كانت ايش نقطه، فبالتالي بس من الصفر للثلاث يعني لعند هاي النقطه خلص انتهت الرسمه فيش اكثر من هيك. لهيك بيطلع معنا الدومين حد ما فهمتها. لا مش فاهم عليك صوتك شوي مش واضح. صارت الاتحاد. اتحاد لانه فترتين مش فتره واحده. بالضبط. هلا كيف لو انت عندك من عند هاي النقطه تقريبا لعند هون وفي عندك من عند هاي لعند هنا. هذا الجزء اللي بالنص هون مش موجود، صح؟ هذا الجزء اللي بالنص مش موجود. صح. فبالتالي كيف اني انا بدي اعبر عن هاي الفتره وعن هاي الفتره بجزء واحد زي ما نحكي او بسطر واحد؟ بحكي انه انا عندي من سالب ما لا نهايه للسالب 2 هي هيك. بشكل عام انا زيك اني عم بزيد، يعني انت عندك من السالب ما لا نهايه عند السالب 2 وبزياده عليهم من 0 ل 3. ولكن الفرق ما بقدرش اكتب مثلا زائد، زائد هي ما بين ارقام كرياضيات يعني كنوتيشن يعني كصيغه بس بقدر هون احط هذا هو يعني بس النوتيشن يعني الصيغه بالرياضيات. تمام. هلا مين يحكي لي ايش هو الرينج؟
رينج عندنا الرينج اول اول خمسة. تمام جماعه سالب لا نهائي للصفر سالب ما لا نهائي للصفر تمام مفتوحات اتحاد من 0 ل 5 مغلقه تمام هلا شوف شوي عليه هذا لو اجينا هون بنفس الطريقه طبعا هذا لتحت يعني سهم برضه معناه ان السالب ما لا نهايه هلا لو نيجي عند هاي النقطه ونروح على الشمال في عند رسمه في عند رسمه في عند رسمه فلعند الصفر زي ما حكيته فيش اي مشكله خلينا نمسح شوي بس طيب عند الصفر هلا هل عند الصفر في عند رسم ولا لا شو رايكم لانكم انتم حكيتوا من سالب ما لا نهايه لعند الصفر مفتوحه ومن صفر للخمسة مش هيك انتم حكيتوا تمام صحيح عند الصفر يا جماعه هيو شايفين هون لو انا حاطط هاي فتره مفتوحه او يعني في عندي هون نقطه مفتوحه كان معكم حق من سالب ما لا نهايه للصفر بعديها من الصفر لعند الخمسة لكن انا هون فعليا هاي عباره عن نقطه مسكره فبالتالي هون الرينج فياته الصفر يعني في عندي عنصر صورته صفر واللي هو نفس الصفر يعني بهذا الفانكشن اذا بدكم اذا هذا هو اف فبهذا الفانكشن اف الصفر هي عباره عن صفر هي نقطه الاصل شايفين صفر وصفر هاي النقطه بتاعت نقطه الاصل فبالتالي الصفر فيه له صوره وبينه فيه له صوره اذا الصفر موجود في الرينج تمام يعني الصفر صورته صفر وهذا الصفر كونه الايمج للاليمنت صفر هذا اذا الصفر اكيد برضه موجوده في الرينج تمام هي برضه من ناحيه رسم مبين انه هون في عندي النقطة هاي مغلقة، لو النقطة مفتوحة كان حكي تاني. بطلع شوي لفوق وبطل امشي للشمال، الشمال ما بيعطينيش شيء، بس بمشي على اليمين في رسمة، في رسمة لعند وين؟ لعند الخمسة وفي رسمة. فإذا بالتالي الرينج بيكون من سالب ما لا نهاية لعند الخمسة. من السالب ما لا نهاية أكيد مفتوحة، ومن عند الخمسة كونها هذه مغلقة، إذا بتكون كمان هاي مغلقة. بالنسبة للدومين زي ما كنا كاتبين بس عشان مسحت اللي هي من سالب ما لا نهاية لا سالب 2 اتحاد من 0 ل 3 وهذه مغلقه محطوط ريميننج تايم ليس ذان 1 مينيت وال ميتنج سكت هلا بنرد نرجع ان شاء الله ماشي اوكي يا جماعه عند هون خلصنا فبنرد نرجع هلا على طول على الميتنج نفسه على اللينك نفسه يعني انا قصدي تمام نكمل من هون هلا رقم 3 شو بحكي لنا بده الدومين والرينج ثاني مره لهذه الرسم مين بيقدر يساعدني فيها هلا تفضل احمد تمام الدومين من سالب 5 لسالب 2 سالب 5 مفتوحه وسالب 2 مغلقه اتحاد من سالب 2 ل 2 مفتوحات اتحاد من الاثنين للعشرة الاثنين مفتوحة والعشرة مغلقة تمام قبل ما نكمل على الرينج اللي مع الحل هذا يعني او هاي الصيغة اللي كتبها احمد يعمل ريز هاند بس اشوف كم واحد معه يعني او يكتب على الشات اللي بدكم اياه بس اللي عندي الاثنين هاي مفتوحة ولا مغلقة يعني اي واحدة بالضبط هذه ولا هذه سوري عند الثاني الاثنين هذول الثنتين مفتوحات حكينا قبل شوي انه هيك انا قصدي فيها مفتوحه بينما هيك مغلقه هذا بجوز النوتيشن شوي جديد عليكم بالكالكول اسمه بارك قصدي عند الرسم كانت حاط دائره مفتوحه هو هاي دائره مفتوحه برضه صحيح تمام الباقي شو رايكم يعني حلو غلط حلو مش غلط ولا مش متابعين معنا صح حلو تمام مبدئيا هلا هون الحل 100% صح اكيد بس نوضح ليش السالب 5 لما احنا ننزل برضه بنزول هلا بلاقي عندي فتره مفتوحه اذا طبيعي انه ما تكونش السالب 5 جوا الدومين يعني لما ننزل فيش لها صوره اساسا يعني فهي اساسا مش موجوده لازم تكون في الدومين غير هيك بكون مش فانكشن لما نمشي أكتر لعند هون وننزل برضه في رسم في رسم لما اوصل عند السالب 2 هي هي صورتها شايفين هون انا في عندي يعني هون هي الغامقه يعني يمكن نحكي انا بتمنى كنت لو اني موضح شوي هاي اللون يعني بس انه شايفين هون في اللي هي اللون الاسود هذا زي الصغير فهون معناه انه صورتها صفر يعني صوره السالب 2 صفر فبرضه السالب 2 حتكون موجوده في الدومين
ولو انها شوفوها ولو انه هنا في عندي فتره مفتوحه عند السالب 2 لفوق، لكن هي هاي النقطه السوداء اللي انا هون حاططها او كاين رسمها، هاي معناها انه صوره السالب 2 صفر، حتى لو انا هنا في عندي هاي الفتره المفتوحه ما بتاثرش. بس مثلا غلط اني احط التنتين مسكرات، يعني مثلا احط هذه هيك مسكره واحط كمان هاي هيك مسكره، هذا بصير معناه انه السالب 2 عم بتروح لقيمتين، الاولى هي الصفر فرضا والثانيه هي السالب 1، وهذا هون مش فانكشن. فكون مركزين ان يكون في عندي دائره مفتوحه وفوقيها دائره مغلقه او تحتيها دائره مغلقه شيء تماما عادي مش مشكله، ودائرتين مفتوحات فوق بعض برضه مش مشكله، بس نيجي نحكي دائرتين مغلقات فوق بعض قطعا لا، لانه بصير معناها انه الرقم او الاليمنت الموجود في الدومين له صورتين وهيك ببطل فانكشن. تمام نكمل بعد السالب 2. طبعا هاي من الفتره من سالب 5 لسالب 2 حطيناها بالبدايه، بعديها لاحظنا انه من عند السالب 2 ثاني مره في هون بقدر احطها كفتره مفتوحه، من عند السالب 2 لعند ال 2 برضه فتره مفتوحه. ليش؟ هاي السالب 2 اطلع لفوق بتصير صورتها هاي المفتوحه كانت، بس ارد اوضح لكم اياها هي هيك، لما اطلع هلا هون لفوق بتصير الصوره المفتوحه هاي، فبالتالي مش موجوده في الدومين. لما اكمل كله بكون موجود 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 لعند ال 2 ترجع فتره مفتوحه، يعني معناها مش موجوده. فحطيناها من سالب 2 لل 2، بعديها من 2 لل 10 اكمل من هون اطلع لفوق برضه موجوده موجوده لعند ال 10 واطلع، بما انه الدائره هاي مغلقه فاذا كمان عند ال 10 بتكون مغلقه. هلا كل اللي كتبناه لعند هون صح، بس بنقدر انه نختصره شوي صغيره واللي هو كالتالي. انا هاي عندي هون سالب 5 ما اختلفناش عليها، لكن لاحظوا معي هذول الفترتين سالب 5 والسالب 2، سالب 2 داخلها شايفين هاي مغلقه، اذا السالب 2 داخله بهاي الفتره، بينما السالب 2 مثلا بهاي الفتره مش داخله لانه هذا هون مفتوح. لما انا يكون في عندي مثلا 3 و5 كمجموعه اتحاد فرضا 4 و3 او لا بدناش نحكي 4 و3 4 و6 خليها، قلت لك انا ايش هدول اتحادهم شو بيساوي بالك هذا؟ فهمتوا علي ولا مش كثير واضحه؟ ثاني مره يا جماعه، لو انا في عندي مجموعتين 3 و5 واتحاد مثلا 4 و6، هذول كاتحاد مجموعتين ايش راح يكون الجواب تاعهم؟ 3 5 4 6 100%، 3 كل العناصر 4 5 6. وهذا اللي انا بدي اياه هون، بتلاحظوا انه الاتحاد موجود فيات الاربعه رغم انه الاربعه مثلا مش موجوده هون، موجود فيات الثلاثه رغم انه مثلا الثلاثه مش موجوده هون، وهذا اللي بدي اوصل لكم اياه. لما هلا هون بقدر اكتب بدل سالب 5 وسالب 2 مغلقه من عند السالب 2 اتحاد سالب 2 مفتوحه لل 2، بقدر اكتبها من سالب 5 لل 2 مغلقه من عند ال 2 مفتوحه من عند ال 5. تمام؟ سوري مش مغلقه من عند ال 2 مفتوحه من عند ال 2. ليش؟ لانه السالب 2 مش موجوده بهاي الفتره، لكن السالب 2 موجوده بهاي الفتره. تمام؟ معنى انه موجوده بوحده ومش موجوده بالثانيه، اتحادهم رح تكون موجوده فيه اكيد، يعني هاي قطعه رح تكون اكيد، فاهمين كيف علي؟ تمام؟ عنصر موجود بفتره مش موجود بالثانيه، باتحادهم رح يكون موجود. فالسالب 2 موجوده بهاي بس مش موجوده بهاي، لكن باتحادهم اكيد بيكون موجود. لانه الاتحاد معناه العناصر اللي من كل هاي المجموعه وكل العناصر اللي من المجموعه الثانيه، حطيناهم بمجموعه واحده. فاذا هلا هون حطينا السالب 2 طلعت موجوده وكل العناصر من بعد السالب 2 اللي عند الاثنين برضه موجوده، فبقدر اختصر هاي الفترتين كلياتهم مع بعض بس بفتره واحده واللي هي من سالب 5 للثاني. اتحاد من 2 لل 10. تمام اللي عند هون؟ تمام. احنا برضه ممكن نحب شوي الاختصارات زياده. هاي الفتره من سالب 5 للثاني اتحاد من 2 لل 10، بنلاحظ انه هاي الفتره هي نفسها من سالب 5 لل 10، ولكن الرقم الوحيد اللي مش موجود بهاي الفتره هو التنين، لانه التنين مش موجوده بهاي كونه مفتوحه من هون، والتنين مش موجوده بهاي كونه مفتوحه من هون، فبحكي هي من سالب 5 لل 10، لكن بدي اقيم منها عنصر، عشان اقيم منها عنصر النوتيشن بتكون يا هيك يعني زي الناقص او بنقدر نحكي زي سلاش هيك، هيك. وبحط التنين في مجموعه لحال، فهادي زي هادي زي هادي، هذول الثلاثه هم نفسهم نفس الفتره يعني. عندكم في حدا عنده سؤال على الدومين؟ لو حطيت اي حل منهم بيطلع صح؟ طبعا الثلاثه بيطلعوا صح، يعني فيش مشكله فيه. لا لا اكيد فيش مشكله فيهم، اللهم الاول انك انت مفصل كل فتره لحال، الثاني انت انتبهت انه والله هدول الفترتين بتقدر تدمجهم، والثالث انتبهت اكثر انه بتقدر انك تختصر اكثر واكثر. بس انت لو عملت لعندي اللي انا كاتبهم بالازرق كافي وزياده، ما عليكش ولا اي غلط.
تمام. هلأ عملنا نقص 2 لأن الفترة اللي أنا عندي كانت هيك من سالب 5 للتنين مفتوحة وهو مفتوحة اتحاد من 2 للعشرة هيك. لما احنا نيجي هلا نفكر بهاي الانترفال تاني مره بهاي الفتره شو بنلاحظ؟ انه هاي الانترفال فيها جميع العناصر تمام او جميع الارقام يعني من السالب 5 طبعا مش من السالب 5 نفسها يعني من السالب 5 مفتوحه لعند العشرة مغلقه بس الرقم الوحيد اللي مش موجود بهاي الفتره هو التنين لانه التنين موجود بهاي الفتره ومفتوحه من هون وموجود بهاي الفتره مفتوحه معناها انه التنين مش موجود لا بهاي ولا بهاي فبالتالي هاي نفسها بقدر اكتب انه هي نفس الشيء من سالب 5 للعشرة كل الارقام ما عدا عنصر واحد اللي هو عبارة عن التنين فأنا بديش التنين بينما لو هاي مثلا مغلقة خلينا نحكي لو هذه هيك من سالب 5 للتنين مفتوحة اتحاد من تنين مغلقة للعشرة مغلقة لو هذه هيك كان ببطل أحط هنا يعني بطل فداء أحط هنا ناقص تنين خلاص بكون التنين برضو موجود وضحت هلأ هاي أو وضحت يسلم ده تمام هلأ نيجي للرينج مين بقدر يساعدني بالرينج؟ أجاوب؟ تفضل محمود. الرينج من سالب 3 للصفر مغلقان للصفر تمام من سالب 3 للصفر مغلقة ومن عند سالب 3 اتحاد مفتوحة اتحاد اتحاد من 1 ل 2 مفتوحة 1 ل 2 من الجهتين مفتوحة؟ نعم تمام اتحاد من 2 لل 4 2 مفتوحه وال 4 مغلقه يا عيني عليك 100% يا جماعه تمام 100% هلا ليش بس نشوف يعني بس على السريع نعملها لو انا اجي عند السالب 3 وامشي لليسار بلاقي انه هاي فتره مفتوحه فبالتالي السالب 3 مش حتكون موجوده اطلع شوي لفوق للشمال في رسم في رسم لعند الصفر امشي لعند الصفر برضه هنا في رسم تمام بنلاحظ بهاي الفتره الصغيره ما بين الصفر والواحد لما انا امشي هنا فيش عندي ولا شيء لا على الشمال ولا على اليمين فبالتالي أكيد ما بين الصفر والواحد الفترة هاي مش ما بتنتميش للرينج نكمل من عند الواحد عند التنين لما أمشي عند الواحد بحد ذاتها بوصل نفس فكرة السالب 3 بوصل لفترة مفتوحة فمعناها برضو الواحد مش هتكون موجودة فبنحط الفترة مفتوحة من الواحد للتنين بمشي هيك 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 برضو في عندي رسمة على الشمال وهنا مثلا على اليمين لعند التنين لما أمشي فيها برضو بتصير نفس التنين نفس فكرة الواحد ونفس فكرة السالب 3 الدوارة اللي عندها مفتوحة فبالتالي برضه هون حتكون مفتوحة بعدها بضل عندي بس الفترة ما بين 2 والأربعة لو أخذت إشي من هون فرضا ومشيت فيه على اليمين برضه في عندي رسم لعند الأربعة برضه في عندي رسم لكن الفكرة عند الأربعة الدائرة صارت هون مغلقة مش مفتوحة فبالتالي بحط الفترة مغلقة حد يا جماعة عنده أي سؤال عند هون أو عليه عنده سؤال على هذا السؤال يعني تمام التمام هلا نكمل به كمان شغله بسيطه رح نحكي عنها احنا بنعرف قدر بعرفش والله يعني حسب انفضاضتي يعني بصراحه اذا قدرت ان انزلكم اياها على طول اكيد اذا ما زبطش اليوم لبكره ما تنقلش شيء بنزلكم اياه كله البي دي اف هذا او حتى نزلته من امبارح تمام لما انا هلا هنا في عندي واي بتساوي f of x وراح احب اوضح لكم هذا الشيء بمثال احسن مثلا y بتساوي x تربيع لما انا الاكس عندي مثلا بتساوي 1 بقدر احكي انه الواي بتساوي 1 لانه الواي هي عباره عن 1 تربيع اللي هي x تربيع 1 لما الاكس بتساوي 2 بقدر احكي انه الواي هي عباره عن 4 لما الاكس ايكوال 3 بقدر احكي انه الواي عباره عن 9 فرضا اللي شو اللي بدي استنتجه من هون كل ما انا عم بغير القيمه لاكس عم بعطي قيمه لاكس قيمة الواي عم تتغير تبعاً لقيمة الاكس لما الاكس واحد الواي لها قيمة معينة لما الاكس اثنين القيمة تاعت الواي تغيرت لأنه قيمة الاكس تغيرت هذا الاشي بوصلنا لمفهوم كتير مهم اللي هو الاندبندنت فاريبل والديبندنت فاريبل الاندبندنت فاريبل المتغير المستقل باخد أي قيمة شو ما كانت تكون المتغير التابع اللي هو الديبندنت بيعتمد على قيمة المتغير المستقل فهون واي بيعتمد على الاكس تمام قيمة الواي بتعتمد على قيمة الاكس كل ما أغير قيمة الاكس رح تتغير قيمة الواي مفهومة هذه الفكرة؟ تمام في عندنا هلأ مثال خلينا نحلو أنا وياكم مع بعض بحكي لنا أنه لو أنا في عندي هذا الفانكشن اللي هو f الاكس بيساوي 2x تربيع ناقص 5x بلس 1 ب
بدي يعني احسب f ال a plus h minus f ال a على h، بحيث انه طبعا ال h ما بتساوي صفر، وهذا الشرط كتير ضروري ومهم لانه ال h موجودة في المقام. احنا بنعرف ممنوع يكون في عندي بالمقام صفر بشكل عام، فبالتالي خلونا هلا نحل هذا السؤال انا وياكم مع بعض. اوكي تمام، بذكركم انه انا كان في عندي f الاكس بيساوي 2 اكس تربيع ناقص 5 اكس بلس 1، وقول لي احسب او find او evaluate اللي بدكم اياه، f الا بلس h ناقص f الa على h. هلا هذا المقدار انا واثق انه كلكم يعني بتعرفوا انكم تحلوه، حتى لو بلشنا فيه طب هذا الشكل اللي هم عطيني اياه f الا بلس h ناقص f الا على h، لكن عشان نسهل على حالنا شوي خلونا ناخذ كل جزء منه لحاله. يعني خلونا نبلش ب f الا بلس h بس، هذا الجزء f الا بلس h هذا شو بيساوي؟ شو معنى انه f الا بلس h هاي بدي اعوضها؟ او مثلا زي لما اقول لك انه انا مثلا عندي f الاكس بيساوي x تربيع، او بدي اقول لك بدي f الاثنين، انت شو بتعمل بالعاده؟ بتقيم هاي الاكس وبتروح بتحط هذيك عوض محل x زائد b بالضبط. فانا هلا زائد الشرط بالضبط، فانا هلا مكان كل x موجوده عندي في المعادله هون او في الالكترون اللي انا عندي هون بدي اقيمها واحط مكانها a بلس h. فهلا هيدا تصير 2 في a بلس h كلياتها تربيع ناقص 5 في a بلس h بلس 1. نيجي شوي شوي نشتغل شوية حسابات بسيطة، 2 a بلس h كلها تربيع، تذكروا أكيد الأول تربيع زائد 2 في الأول 2 في الأول في الثاني بالضبط زائد مربع الثاني ناقص. هلا السالب 5 بدي افوتها جوا، سالب 5 في a ناقص 5 5 a زائد 5 h 5 a زائد بس ناقص سالب 5 ناقص 5 h ناقص 5 h بلس 1. هلا هذا المقدار تقريبا صار جاهز عندي، هيو 2 a تربيع بلس 4 a h بلس 2 h تربيع ناقص 5 a ناقص 5 h بلس 1. في عندي اي اختصارات موجوده هلا عندهم حاليا؟ لو نطلع سريع ما فيش عندي ولا اي اختصار، بس مش مشكله. نيجي نحسب هلا f ال a. f ال a شو معناها بكل بساطه؟ قيم هذه الاكس وحط مكانها a، اعوض محلها a، مكان كل x بدي احط a، 2 a تربيع ناقص 5 a بلس 1، بس مش اكثر من هيك. الخطوه اللي بعد هيك بنعمل مثلا البسط لحاله هلا، f ال a بلس h ناقص f ال a. f ال a بلس h هو عباره عن هذا المقدار جميعه، 2 a زائد 4 a h زائد 4 a h زائد 2 h تربيع ناقص 5 a بالضبط ناقص 5 اتش زائد 1 ناقص هذا كله بده ناقص منه هذا المقدار اللي هو 2 تربيع ناقص 5 زائد 1 بالضبط. هلا هذا اللي حكيته هو الغلط اللي انا بدي اياكم توقعوا فيه، انا هون حطيت ناقص تمام، بدي ادخل السالب هون زي عكلني عليها، فهذا تصير سالب 2 طيب بندخل السالب بعدين بنعوض تربيع بلس 5 a ناقص 1 زائد 5 a ناقص 1 بالضبط. هلا شو في هاي بنحلها بعدين مقادير بتتشطب مش مشكله. اوكي شو في عندنا مشاطيب هلا بتتشطب 2 a تربيع 2 a تربيع مع سالب 2 a تربيع 5 a والسالب 1 هذا الواحد وهذا سالب 5 a مع ال a موجود والسالب 1 والواحد باقي الاشياء؟ لا اتوقع انه لا. فبالتالي هذا شو طلب يساوي بالاخر؟ خلينا نحكي 2 h تربيع 5 h زائد 4 a ولا لا ناقص 5 h لا صح هاي 5 اتش 100% ضل اشي غير هيك نسيناه؟ لا تمام. اذا بالتالي كونوا يعني حافظين هلا هذا المقدار كثير منيح، 2 اتش تربيع زائد 4 اي اتش ناقص 5 اتش نفتح قوسين هلا حللها لا لا بدناش نحل الاشي حاليا بدناش نحل الاشي بس او يعني بتقدر انك تاخذ يعني بس بدنا نقسم هلا هاي بالاول خلينا نخرج الاتش عامل مشترك بالضبط يعني عليك اف ال a بلس h ناقص f ال a على h. هلا هذا المقدار هلا بالنسبه للمقدار اللي فوق خلص خلصناه هذا كلياته. اذا بتتذكروا المقدار كان هو عباره عن ايش؟ كان عباره عن 2 h تربيع زائد 4
اتش ناقص 5 اتش، وهذا بدي اقسمه على اتش زي ما حكيت اطول على اتش منير. صحيح، منير حكى انه بنقدر نخرج الاتش عامل مشترك، لما اخرج الاتش عامل مشترك بتصير عندي هاي 2 اتش زائد 4 اي ناقص 5، وهذه هون على اتش ناقص 5. وبكل بساطه اتش مع الاتش بتروح وبصفي عندي 2 اتش بلس 4 اي ناقص 5. هل بقدر اوسط هذا المقدار اكثر من هيك؟ بنقدر. هذا بقدر ابسط هذا المقدار اكثر من هيك؟ لا لا بالزبط. هذا ابسط صوره بالضبط، ما ضلش شيء يعني شطبنا الاشياء المتشابهه وقسمنا وعملنا وسوينا بعد ما وصلنا لهي، حاليا فيش ولا شيء بقدر اعمل اكثر من هيك، فبالتالي الجواب بيكون بهالطريقه 2 اتش بلس 4 اي ناقص 5. هلا لو اجيت حكيت لك اوجد لي اف مثلا الاي بلس اتش مثلا ناقص اف الاي على اتش such that انه هاي الاي بدها تساوي مثلا 2 والاتش تساوي فرضا 4، شو بتجي بتحكي لي؟ معوض هذا عباره عن اف 6 ناقص اف ال 2 على 4. لو بدنا نجي يعني نعوض بس مكان هذا الشيء، هو عباره عن اف 6 ناقص اف 2 على 4، لكن هذا المقدار كلياته، هذا المقدار كلياته شو بيساوي؟ 2، والاتش هي عباره عن 4 زائد 4، الاي هي عباره عن 2 ناقص 5. بتحسبوا هاي 8 زائد 8. من وين جبنا ال 6؟ ال 6 هي عباره عن الاي زائد اتش، هيها. تمام. 2 ضرب 4 8 زائد 8 اللي هي قديش؟ 8 زائد 8 16. صحيح؟ 8 زائد 8 16 ناقص 5، فبيطلع الجواب كله 11، إذا احنا ما غلطناش بالحسابات. 8 زائد 8 بس 16 ناقص 5 اللي هي عبارة عن 11. وهيك بنكون خلصنا حل هذا السؤال. نرجع للدوكيمنت تاعنا، ضلت في عندنا شغلة كثير مهمة نحكيها وبعديها بناخذ بريك إذا بدكم، إذا تعبتوا يعني. واللي هي عبارة عن الـ Vertical Line Test. إحنا حكينا من البداية شو يعني Function، ووضحنا كل التفاصيل عن الـ Function. حكينا عن الشغلة كتير مهمة واللي هي إنه ممنوع أي عنصر من عناصر الدومين يرتبط بأكثر من صورة واحدة أو أكثر من إليمنت واحد من الكودومين. طيب هذا الحكي إذا أنت كنت معطيني قاعدة ممكن أقدر ألاحظه، طب إذا كنت معطيني رسمة في عندي طريقة كتير سهلة لحتى أقدر أميز إذا الرسمة اللي أنا عندي هي رسمة بترجع لفانكشن أو مش لفانكشن، تمام؟ في عندي رسمة، في يعني عندي طريقة جد كتير سهلة. لو إجينا حاولنا نعمل إشي بهالشكل فرضاً، تمام؟ لو إجينا مثلاً نعمل إشي بهالشكل، أو سري هذا ماشية، تمام؟ خلينا على هاي. وهون بس عشان إيش هون؟ لو إجيت أعطيك طريقة أنا هلأ هاي. الرسمة شو هذا الـ Vertical Line Test بحكي؟ مثلا نعمل إشي زي هيك بهالطريقة. الـ Vertical Line Test من اسمه Vertical، يعني هي عبارة عن خطوط عمودية. Vertical Line هو عبارة عن خط عمودي. Test هو التست اللي احنا عنا عشان أعرف إذا هذا الفانكشن، عفوا إذا هذه الرسمة بتعود لفانكشن أو هي رسمة فانكشن معين أو مش رسمة فانكشن. شو بيجي بحكي لي؟ بقول لك إنه أنت خود خطوط عمودية على جميع النقاط الموجودة على هذا الفانكشن، يعني خد باختصار هاي الخطوط بحيث انك تضمن كل النقاط الموجودة على هذا الفانكشن، اشي تقريبا بهالشكل. إذا في أي خط، ها، إذا في أي خط بقطع هذا الفانكشن بأكثر من نقطة واحدة، من نقطة واحدة عفوا، بيكون مش فانكشن، تمام؟ إذا في خط ثاني مرة بقطع الكيرف اللي أنا عندي اللي هو بالأسود هذا أكثر من مرة واحدة، معناها هاي الرسمة مش لفانكشن، رسمة عادية، رسمة مجرد رسمة بتكون. إذا قطع مرة واحدة وبس عن جميع النقاط معناها بيكون هو عبارة عن فانكشن بعيد. إذا أنا كان في عندي رسمة وجيت أخذت خطوط عمودية زي اللي أنا أخذها بالأزرق على جميع النقاط الموجودة على هذا الفانكشن، أو عفوا لا لا لا، جميع النقاط الموجودة على هاي الرسمة، لحد الآن ما بعرف إذا فانكشن أو لا. إذا أجيت أخذت خطوط عمودية على جميع النقاط الموجودين على هذه الرسمة على هذا الكيرف، وبالفعل كل خط قطع هذا الرسمة يعني بس بنقطة واحدة وبس فيش غيرها، معناها بيكون أنا عندي فانكشن. إذا على الأقل بس خط واحد يا سيدي، خط واحد مش أكثر من خط واحد، إذا خط واحد قطع بنقطتين معناها اللي عندي مش فانكشن، تمام؟ هذه هي الفكرة. فزي هذا مثلا نستنتج إنه هذا عبارة عن فانكشن، لو أنا أخذ بأي منطقة هلا هون أي خط عمودي مش رح يقطع أكثر بنقطة واحدة، هي كل الخطوط قاطعين بس بنقطة واحدة، هي هذا فرضا نقطة 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 فيش غيرها.
إذن هذا بكون عبارة عن function. بينما لو إجينا أخذنا مثلا رسمة اللي هي دائرة فرضا وأكيد رح تطلع دائرة بضحك بصراحة معي، بس الرسم شوي صعب هون، إيش بهالشكل تقريبا. لو أخذنا مثلا زي هاي الدائرة وجيت أخذت أنا خط عمودي، منلاحظ إنه هذا الخط العمودي قطع الدائرة هاي وهون أها، يعني هون line intersect it in، هاي هون intersect the curve in two points. معناته مش رسمة اقتران بالضبط، إذا معناها is not a function، هذا أكيد مش function. وهذه هي الفكرة بكل بساطة. نرجع للإشي ونشوف التعريف، يعني أو نشوف هو شو كاتب لنا. شو بيحكي؟ A curve in the XY plane. تمام، طبعا احنا بنعرف انه هذا هون الاكس وهذا الواي، هذا هو اللي احنا بنسميه اكس واي بلين، فيعني مش اشي جديد عليكم. A curve in XY plane is the graph of a function. تمام، كيرف مجرد رسمه، بتكون عباره عن رسمه لفانكشن، هيو is a graph of a function of x طبعا if and only if، اذا وفقط اذا no vertical line intersects or intercepts the curve more than once. معناها اذا فيش، يعني ثاني مره بتكون هاي الرسمة اللي أنا عندي رسمة هي لفانكشن إذا وفقط إذا فيش ولا أي vertical line، فيش ولا أي خط عمودي، ها تمام، بقطع الكيرف هذا بأي نقطة أكثر من مرة واحدة وبس، بقطعه ها no vertical line intersect، بقطع هذا الكيرف more than once، مستحيل ولا أي خط يقطعه أكثر من مرة. تمام، إذا بالتالي هذا هو التعريف اللي إحنا عندنا، أو هذا هو التست اللي إحنا عندنا. هاي رسمة قريبة كتير على الرسمة اللي رسمت لكم إياها بالبداية، فهذا function زي ما حكينا، الدائرة فعليا مش function، وهاي الرسمة فرضا هون منلاحظ، إذا ممكن بس أكبر لكم إياها شوي، إنه هادي قطعت مثلا هاي هون وهذا هون، مثلا هذا الخط الأخضر هون قطع الكيرف عند هاي وهاي، هذا مثلا قطع عند هاي وهاي. طبعا أنا بس يعني على الأقل بدي واحد بس، يعني لاين واحد اللي هو هذا اللاين الأخضر، هذا قطع الكيرف بأكثر من نقطة، إذا معناها مش أكثر. فهذه هي الفكرة من الفيرتيكال لاين تيست. في حدا يا جماعة عنده أي فكرة لعندهم؟ او اي عفوا اي سؤال عندهم، اي شيء مش فاهمه؟ تمام، بتامل انه جد كان كل شيء شرحته واضح للي بتجاوبوا، حتى كمان للتانيين، بتامل تكونوا متابعين معنا. بالنسبه لنا راح نبلش هلا بشيء جديد اللي هو how to find the domain of a function. الفكره بس بكل بساطه، او خليها مش مشكله، خليها لما نرد نرجع، لانه هلا راح نرد ثاني مره نكمل، يعني حكينا الليله في سهر ان شاء الله، فلهيك بفضل انه هلا بس ناخذ بريك صغير، ممكن اذا بدكم 10 دقائق وبنرد نرجع بنكمل هذا الموضوع، لانه موضوع يعني يعتبر زي كانه شيء جديد. بس بريك من 5-10 دقائق يا جماعه، مش تتاخروا. اوكي، برجع بحطكم ثاني. لما دقيقه لا ولو الله يسعدكم يا جماعه حبيبي. شكرا رنيم، يعطيكم العافيه، متفضل نشوفكم كمان 10 دقائق. خلاص تعال دكتور كالك من اليوم الطالع. الله يسعدكم يا رب. لا لا خلص 10 خليها، 58 بنكون هون. تمام التمام.